السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح لسب جديد من قائمة سيرك برو، القائمة خاصة بلسبات مختصة لشغل مهندسين الكهرباء بالذات. هنشرح النهاردة لسب خاص بترقيم الدوائر أو اللينيات الموجودة عندي مثلا في لوحة إنارة أو لوحة باور. لو أنا عايز أرقم اللينيات ديت ابتداء من رقم معين، يعني عايز ابتدي ترقيم مثلا من رقم واحد، عايز C1 بعد كده C2 C3، وعايز ارقم اللينيات ديت بحيث ان الفازة او الدايرة رقم واحد تبقى R اللي هي الفازة الريد يعني، والسيركت 2 تبقى Y اللي هي اليلو، سيركت 3 اللي هي تبقى البي او البلو او الازرق، وهكذا لحد ما اخلص ترقيم الدوائر بتاعتي. يعني لو عندي 20 لينيا المفروض ارقمهم من C1 لحد C20، وكل لينيا او دايرة موجودة عندي تاخد لون الفازة المظبوط بتاعها، من غير ما اروح على كل لينيا اكتب الرقم بتاعها او لون الفازة بتاعتها. انا بعمل دامي ليدر او يعني تيكست مكتوب مثلا في اكس اكس او ايا كان الحرف اللي انت هتكتبه، وبتاخده كوبي وبتحطه عند كل دايرة بعد كده. يعني انا لو خدت كوبي بره كده، ادي واحد حطيت عند الدايرة الاولانية واحدة، والدايرة التانية والتالتة والرابعة والخامسة وهكذا من غير ما ارقمهم. انا بحط بس ليدر او تيكست بحيث ان الليزب او الامر يرقمهم لي بعدين مظبوط. بكتب بعد كده الامر بتاعي اللي هو اسمه نم سر، اختصاره نم سر كده، وادوس عليه. بيقول لي بعد كده اختار الاوبجكتس او العناصر اللي انت عايز ترقمها، واختار العناصر ديت مثلا وادوس انتر. بيقول لي البريفكس اللي انت عايز تدخله، وده رمز او اختصار للدايرة بتاعتي. لو انا برقم مثلا دوائر انارة يبقى الاختصار بتاعي ال، ده البريفكس، وهدوس انتر. السافكس ده غالبا بيبقى اسم اللوحة اللي بتغذي الدوائر او اللينيات ديت. لو انا عندي مثلا الدوائر دي بتتغذى من لوحة اسمها DB1، يبقى انا هكتب على DB1 وادوس انتر. هيسألني بعد كده على حاجة اسمها ستارت نمبر، اللي هو الرقم اللي انت عايز تبتدي منه ترقيم الدوائر او اللينيات بتاعتك. وليكن ان انا عايز ابتدي من رقم واحد، ترقيم من دايرة رقم واحد، هكتب واحد وادوس انتر. بعد كده تكست هايت مش هتفرق معايا دلوقتي، مش هكتب حاجة، هدوس انتر على طول. هلاقي ان هو الليز بيشتغل، رقم الدايرة رقم واحد L1 على R على DB1، يعني الدايرة رقم واحد خدت الفازة R. بعد كده كتب ان هي بتتغذى من DB1 كده، رقم كل اللينيات بتاعتي من غير ما اروح على كل لينية اكتب الرقم بتاعها والفازة المناظرة للرقم ده. طبعا لو عندي رقم او عدد لينيات كتير هاخد وقت كتير ان انا ارقم اللينيات واحط اللون الفازة بتاعتها. طبعا ترقيم الفازات ده بيبقى حاجة ابتدائية كده لحد ما بعمل لود سكادول، وبظبط بعد كده بناء على اللود بالانس اللي طلع لي بعيد تسمية اللينيات بتاعتي. بعد كده مثلا بنقل ال L1 دي بخليها مثلا مكان ال L3، يعني بنقل الفازة دي من على الار بخليها على البلو، والبلو بخليها على الريد. ان الكلام ده عارفينه الناس اللي بيشتغلوا في اللود بالانس او اللود سكادول. كده انا رقمت الدوائر بتاعتي بداية من الرقم اللي انا اخترته اللي هو عايز ارقم من رقم واحد. ممكن اشغل الامر تاني نام سير واختار اللينيات اللي انا عايز ارقمها وادوس انتر للبريفكس. مثلا لو انا برقم دوائر باور هكتب حرف الاس او البي وادوس انتر. السفكس بتاعي لو انا
مثلا بغذيها من اللوحة اللي هي بي بي داش 2 مثلا، وادوس انتر الستارت نمبر لو انا عايز ابتدي ترقيم من الدايرة رقم 10. يعني لو انا عندي اللوحة دي بتغذي مجموعة دوائر انارة مثلا، وبعد كده مجموعة دوائر باور او سوكت، ورقمت دوائر الانارة مثلا من 1 لـ10، فعايز ابتدي ترقيم دوائر الباور من رقم 11، يبقى هكتب الستارت نمبر بتاعي هنا 11 وهدوس انتر، والتكست هايت مش هيفرق معايا دلوقتي، هدوس انتر هلاقي ان هو رقم لي ابتداء من رقم 11. رقم 11 دي بتاخد الفازة الواي اللي هي اليلو، رقم 12 اس 12 بتاخد حرف البي، وكتب لك اسم اللوحة اللي بتغذي اللينيات او الدوائر بتاعتك. كده ده لو انا عايز ارقم الدوائر بتاعتي. لو انا عندي دوائر يترقموا ورا بعض، يعني عايز الثلاث دوائر دول مثلا نوع معين من الاحمال، مثلا بيغذوا سخانات او ووتر هيتر، ودولت بيغذوا مثلا دوائر سوكت عادية، فانا عايز ارقم الدوائر بتاعت السخانات مثلا اللي هم على اليمين دول الاول، او عايز ارتبهم ورا بعض بحيث ان هم يجوا ورا بعض، بعد كده الدوائر دي يجوا بعديهم. يعني لو هرقم من رقم 1 يبقى دي مثلا تاخد رقم 1 2 3 4، بعد كده يبتدي ترقيم المجموعة التانية من الأحمال. أسهل حاجة أعملها عشان أحدد إن الأحمال دي تترقم ورا بعضيها إن أنا أديهم لون مختلف عن اللينيات التانية، يعني وأنا بختار كده أختارهم وأحدد لون مختلف ليهم، وليكن مثلا السيان ده، وأخلي دول بأي لون تاني مثلا البلو أو الأزرق. كده لو أنا جيت اخترتهم هيرقم الدوائر دول الأول أو دول الأول، لكن هيرتبهم او هيرقمهم بالترتيب قبل ما يدخل على المجموعة التانية ويرقمها. يعني دلوقتي لو انا عايز ارقم الدوائر دول هكتب امر نم سير، انا ممكن اختار الاول الحاجة اللي انا عايز ارقمها قبل ما اشغل الليزب، وممكن اختارهم بعد ما اشغل الليزب. هكتب الليزب اللي هو نم سي اي ار، واختار الاحمال او اللينيات اللي انا عايز ارقمها وهدوس انتر البريفيكس، وليكن مثلا اس السفيكس دول بيتغذوا مثلا من اللوحة اللي اسمها بي بي، وهدوس انتر الستارت نمبر، انا عايز ابتدي ترقيم مثلا من رقم 1، اكتب 1 وادوس انتر. التكست هايت مش هيفرق معايا برضو، هيفرق معايا بعدين في الحاجة اللي هشرحها بعد كده، وهدوس انتر. هنروح نشوف الترقيم، هنلاقي ان هو رقم اس 1 2 3 4، رقم مجموعة الاحمال دول الاول قبل ما يدخل على اللينيات اللي بعد كده ويرقمهم. انا هنا كنت انتهيت عند الدايرة رقم 4 اس 4 ار على البي بي، بعد كده هيدخل على المجموعة دي ويرقمها هنا اس 5 اس 6 اس 7 اس 8 اس 9. كده رقم الأحمال أو الدوائر بتاعتي. ممكن بدل ما أحط ليدر، لو أنا مش عايز أحط ليدر عند بداية كل دايرة، ممكن أحط سيركل عادي أو مربع أو أي حاجة، بحط سيركل عند اللينيا بتاعتي. يعني أنا ممكن أختار سيركل كده وأروح عند بداية اللينيا هنا، وأختار مثلا وأقول إن دي بداية اللينيا، أحط عندها دايرة واخدها كوبي، وانا عندي دايرة تاني هنا مثلا بتبتدي من الكشاف ده واخدها صف الكشافات ده، واحط مثلا هنا دايرة وهنا مثلا دايرة وهنا مثلا دايرة. بدل ما هختار ليدر هختار دلوقتي الدوائر اللي انا حطيتها دي، يعني بيسهل عليا، بدي حلول بديلة للترقيم بتاعت الدوائر بحيث ان انا ممكن اختار الدوائر دي بعدين. وبنفس الطريقة اكتب نم سي اي ار وادوس انتر البريفيكس، انا مثلا عايز ال على السفيكس على ال بي 1، انتر الستارت نمبر عايز ابتدي الترقيم من رقم 1،
التكست هايد ده هيفرق معايا هنا، لان انا اوريدي ما عنديش ليدر او تكست هعدل عليه، انا عايز احط رقم جديد او رقم مكان الدايره اللي انا اخترتها. هنا بيجي دور التكست هايت، يعني ارتفاع او حجم الخط اللي انت عايز الليزر يكتب لك بيه على الرسمه. انا هنا الرسمه دي بالمتر، يبقى هحدد التكست هايت 0.125. لو انا عندي الرسمه بالمتر بالمليمتر، اختار التكست هايت بتاعي 125. انا زي ما قلت الرسمه عندي هنا بالمتر، هحدد ارتفاع او التكست هايت بتاعي ب0.125 وهدوس انتر. هلاقي ان هو رقم الدوائر حط جوه السنتر بتاع كل دايره عندي رقم الدايره بالتكست هايت. لو انا دوست على الخط ده ومن الكويك بروبرتيز، هلاقي ان التكست هايت بتاعي بقى 0.125. كده قدرت ارقم الدوائر بتاعتي من غير مجهود، ان انا بس بحط دايره عند بدايه كل لينيا، بعد كده بختار الدوائر بتاعتي السيركلز يعني، وبرقمها عن طريق الليزب. بنفس الطريقه برضو لو انا عملت كنترول زد وعايز ارقم الدوائر دي، مجموعه منها عايز ارقمهم ورا بعضهم، يعني مجموعه احمال معينه عايزهم يترقموا ورا بعض، وليكن مثلا دول، يبقى اختارهم. او وانا بحط السيركل بتاعتي بديهم لون مختلف عن التانيين، وليكن مثلا الجرين الاخضر، بعد كده مجموعة الدوائر التانية بديهم لون مختلف. بعد كده لو انا جيت اخترت الدوائر دي او السيركلز عن طريق امر اس اس، موجود برضو في القائمة بتاعت سيركل برو، بختار السيركلز بتاعتي دي وبكتب الامر اللي هو نم سي اي ار، وبكتب البريفيكس ال على ال بي 1 الستارت نمبر 1 تكست هايت 0.125. بلاقيه ان هو رقم لي الدوائر الجرين دي ابتداء مثلا من رقم 1 ال 1 و ال 2، وبعد كده عندي ال 3 وال 4 وال 5. بعد كده بيدخل على ترقيم الدوائر او السيركلز اللي بلون مختلف، بيرقمهم بعد المجموعه الاولانيه. كده انا قدرت عن طريق الليزب ان انا ارقم بسرعه، من غير طبعا ما اعمل لود سكادوال او لود بالانس. انا برقم الدوائر ورا بعض، وغالبا بيبقى اللود بالانس مظبوط في الاخر لو انت مقسم الدوائر او اللينيات بتاعتك بطريقة متساوية. يعني مثلا لو انت محدد ان كل لينية عليها مثلا 10 كشافات، هتلاقي ان في الاخر لما هتيجي تعمل لود بالانس، هتلاقي ان اللينيات اللي انت مرقمها مش هتتغير. يعني هتلاقي ان ال 4 زي ما هي على الريد، وال 5 اللي هي الدايرة دي ما زالت على الواي، وهكذا. الليزب تقدروا تنزلوه، او القايمة بتاعت سيركوت برو تقدروا تنزلوها من تحت الفيديو، رابط التحميل تحت الفيديو. القايمة بتاعت سيركوت برو تجريبية لمدة 30 يوم. بعد كده لو البرنامج عجبك بتقدر تشتريه. وفي النهاية لو عجبك الشرح اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا.